صباح الخير أحبائي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. وفقرة الأبراج كرر التحية الصباحية لكم، وأتمنى لكم جميعا بداية أسبوع موفقة إن شاء الله، راح تكون لمجاميع الحوت والحمل والثور في هذه الفترة، لأنه انتقالات القمر راح تكون إن شاء الله بين مواليد أسبوع إيجابي، راح يكون لمجاميع الحمل والثور والجوزاء على مدار هذا الأسبوع إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل زملائي في كادر قناة الرشيد، أسعد الله صباحكم بالخير والسلام إن شاء الله، آمين. أكيد القمر هذا اليوم دا ينتقل إلى برج الثور الترابي، وبانتقاله إلى برج الثور الترابي راح يكون هناك طاقة إيجابية بين القمر وأورانوس وكذلك بقية الأبراج. هذا راح يكون إن شاء الله التوقع إلى بكرة، لأنه يوم 8 بالشهر راح يكون القمر في برج الثور. لكن نتحدث اليوم كذلك عن كوكب عطارد. كوكب عطارد راح يكون يوم 9 في الشهر، راح يكون إن شاء الله في برج القوس الناري. فهاليوم يعني هاليومين شوية مجاميع برج القوس، أتمنى من عندكم أنه ما تبدأون بشيء جديد، خصوصا وأنه عندكم عشرية خاصة بعطارد، فممكن أنه تكون هي أكثر تأثراً بذلك من الناحية الصحية وكذلك من الناحية الفكرية. مجاميع برج القوس ككل قد تتعرضون لنسيان، فننتبه أثناء يعني استخدامنا لوثائقنا، أثناء استخدامنا أجهزة الموبايل، أو أثناء يعني بعث فد أمور إلى عن طريق البريد أو عن طريق الأشياء أو شحن أو هالأمور، قد تتعرضون إلى نوع من النسيان، أو هالفترة غير مفضلة إلى مثلا أبعث فد مبلغ من المال أو أبعث فد شيء عن طريق الشحن. من المفضل في هذين اليومين أيضا يعني السفر، لو كان غير ضروري ما المفروض أنه في هذه الفترة تخصصوا لكم أوقات للسفر، لأن إحنا نعرف أكو في نهاية السنة هواية ناس يسافرون يعني لقضاء يعني نهاية السنة في مكانات أخرى. فهاليومين ما مفضل لكم للسفر في إلى أن يأتي الكوكب ويستقر عندكم يوم 9 بالشهر، هذه فترة غير مفضلة. عندنا مجاميع برج القوس بالتفصيل على العشريات اللي خاصة بجماعة القوس. عندنا أول وحدة عطارد، وثاني وحدة للقمر، وثالث وحدة لزحل. عطارد وقمر وزحل عندنا. فأول عشرية من عندها كوكب عطارد يخص يعني راح تكون متأثرة أكثر. ليش؟ لأنه عطارد اللي دا يدخل للقوس، وبما أنه أنتوا لكم علاقة بكوكب عطارد فهالأشياء تشملكم يوم 9 بالشهر. لا، الوضعية تختلف حينما يأتي القمر ويدخل كوكب عطارد يدخل إلى برجكم، راح يكون الوضع مختلف جدا. هذا فيما يخص مجاميع القوس. كذلك المجاميع الأخرى فيما يخص الكواكب الأبراج اللي تخصها الكوكب، اللي هم مجموعة الجوزاء ومجموعة العذراء وبقية العشريات، هذا نتحدث عنه بكرة. لكن إحنا قبل يومين نتحدث للبرج اللي يسبق، هذا يعني نوع من التنبيه لأجل أنه مجاميع برج القوس ننتبه من أنه هالفترة أيضا كبار السن والأطفال قد يتعرضون لنزلات البرد أسرع من غيرهم، وفترة الاستشفاء شوية تأخذ فد مجال مدة يمكن تقريبا من 3 أيام إلى 4 أيام، أو قد تمتد إلى أسبوع حتى ينالون الشفاء. فهذه الفترة من المفضل أنه ننتبه من نزلات البرد، وكذلك قد تكون نزلات البرد أيضا تصيب
منطقة جهاز التمثيل الغذائي، يعني الجهاز الهضمي وكذلك الجهاز التنفسي. ننتبه جدا من هذه الحالات. عزيزتي الأم اللي ابنها من مواليد برج القوس، ننتبه على أطفالنا، نحاول نحصنهم قدر المستطاع في هذه الفترة، وكذلك بالنسبة لكبار السن. هذا ما تعطيه بعض الإرشادات والتوجيهات نتيجة لانتقال كوكب عطارد إلى برج القوس. هذا راح يكون يوم 9 بالشهر، يعني ما بقى شيء. وكوكب عطارد من الكواكب المؤثرة كما ترون، يعني من خلال التوجيهات اللي احنا ده نقدمها. مثل ما ذكرت أحبائي، بالنسبة إلى أول عشرية والعشريات البقية، أول عشرية اللي تخص عطارد من مجموعة القوس، لا يفضل لكم هذين اليومين لا السفر على البر ولا على البحر ولا على الجو رجاء، يعني من المفضل جدا، من المفضل جدا ذلك. يعني هاليومين أتركها إلى أجلها إلى الوقت اللي يكون أكثر مناسب لكم. هذا يعني جملة من التنبيهات اللي ممكن أنه نقدمها إن شاء الله لمجاميع برج القوس وكذلك لمجاميع الأبراج ككل، ليش؟ لأن نعرف أنه هناك بالخارطة الفلكية كوكب دا ينتقل وراح يغير لنا التوقعات يوم 9 بالشهر. فوجود الكواكب في مواقع بالأبراج دا ينطينا توقع، يجي كوكب يختلف من مكانه ينطلق إلى مكان آخر، فراح يفتح لنا أبواب جديدة للتوقعات إن شاء الله. وجود كوكب عطارد في برج القوس راح يبقى مستمر إلى غاية يوم قبل، يعني قبل الأخير بيومين، يعني يوم 29/12 راح يكون عطارد في برج الجدي. فهذه الفترة راح تكون التوقعات المقبلة من يوم 9 إلى غاية يوم 29، يعني راح يستمر مدة 20 يوم إن شاء الله. هذا فيما يخص التوقعات العامة. اليوم القمر في نهايات وجوده في برج الحمل الناري، ده ينتقل إلى برج الثور بكرة إن شاء الله. فده تكون الطاقة اللي ده يكون بيها يعني الأجواء من ناحية انسجام القمر مع المشتري وزحل وبلوتو، وكذلك ده ينسجم مع نبتون، ده ينسجم كذلك لا بأس بوجود الشمس في أواخرها في برج الـ يعني الـ الـ القوس، وكذلك هناك الزهرة في برج الجدي. هذه كلها ده تنطينا فد انسجامية، مجرد المناكفة ده تحدث مع المريخ. استقبل أول اتصال من وداد. تفضلي، صباح الخير. مية هلا حبيبتي، أهلا وسهلا بيك. طبعا أنا كلش محظوظة حصرتي. أنا أكثر حظ سمعت صوتك بنتي، إلي الشرف. ممكن لو سمحت تردين علي، لأن والله الكهرباء طافية. تفضلي تفضلي. نعم. 4/12/93. نعم. يعني أنا قبل تعبانة صحتي وعاطفيا، يعني ما بدي أعرف يعني شنو السبب. السبب بنتي انه اولا الصحه، اني كنت اشدد جدا على صحه مواليد برج الحمل اذا تتابعيني، صح؟ اي. وكذلك اشدد انه مواليد برج الحمل صاير عليهم ضغط او ظلم واقع عليهم من سلطه ما، قد تكون الزوج، أي. قد تكون الاب، قد تكون الاخ، ايا كانت السلطه، فاكو فت سلطه دا تضغط عليهم بحيث دا يتعرض الى فالظلم معين. بنتي العزيزه، هاي الامور راح تنتهي نهائيا، راح تنتهي نهائيا. يعني عندك مسافه منا الى غايه الفتره هذه بدخول الكواكب وتجمهرها، الزهره والمشتري موجوده في برج العاطفه، عندك صلح ويا أو تغيير وضع ويا الزوج إذا كنتي مرتبطة، راح يتغير الواقع إلى أفضل إلى الناحية العاطفية. هالمشاكل، هالخلافات، الاختلاف بوجهات النظر راح تنحل، فأصبري فقط، عندك موضوع الصبر،
موضوع الصحة بنتي، موضوع الصحة نصه نفسي. انت بس حالتك النفسية تبدي تنحل او تختلف الوضعية عليك، نص مرضك راح يروح. فأني أشكرك بنتي وأتمنى لك كل الخير، وحنين أستقبلها بمية هلا ومرحبا حنين. هلا وهلا سجين، عن شلونك؟ مرحبتين وهلا، مية هلا حنينة، تفضل يوم. أنا برجي العقرب 4/11/92. نعم. وماما 1/6. نعم. 62. ما شاء الله، إي. وبابا 14/7/14/4. اي 52. الله يحفظهم. اشكرك. يعني نريد بصورة عامة تدللي ابرز يعني المشاكل اللي تصير بيناتنا. وماما يعني واجد مريضة، ما اعرف فيها دائما. نعم نعم، واضح واضح حبيبتي، عدها العافية بنتي. الله يسلمك، رحمة الله والديك. سلمي لي عليها هواية. الله. تابعيني بنتي وشكرا لاتصالك، تفضل ابني العزيز زيد. نعم ابني، تفضل زيد. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته ابني العزيز. جلاز احمد، ممكن اعرف البرج مالتي؟ حاضر. ممكن اعرف البرج مالتي؟ حاضر ابني، برسم بكل سرور. ايش قد تاريخ ولادتك امي؟ تاريخ الولادة؟ 7/4. نعم حاضر. يا سنة ماما؟ 7/4/7/4. حاضر، معرفة البرج تدلل ابني العزيز. شكرا لك كل اتصالك وتدلل علي ان شاء الله ارد عليك. عندي ايضا خارطة الفلكية اريد انطيها الام ريفان، لان قالت اذا تتابعيني امي ترى حضرتها. تفضلي ضحى، صباح الخير بنتي. صباح العافية حبيبتي في الجنان. شكرا يا قلبي، مية هلا بيك. شو اخبارك حبيبتي؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله اذا انتم بخير ان شاء الله اكون انا بخير. دومك حبيبي. ممكن اعرف بردي؟ على الرحب والسعة بكل سرور. تسلمي حبيبتي. أنا مواليد 22/7. نعم. 91، مولودة بعد أذان الظهر. نعم بنتي. وإذا ممكن مواليد والدتي؟ أكيد. تسلمين، هي ما أعرف الصراحة، هي مواليد 1/7 اللي صارت. نعم فاهمة فاهمة. تعرف يا سنة جاية؟ إي 1956. نعم اوكي حبيبتي. برجي انا يعني من ناحيه الصحه عاطفه كل شيء. نعم 22/7. نعم. انما مواليد والدتي بالذات الصحه شويه تعبانه صحتها، اهم عام ايضا. واذا نعم. ممكن اذا ممكن برج اختي. حاضر حبيبتي، برسم الخدمه امي. تسلمين حبيبتي. مواليد 31/10/1980. نعم ايضا عامة يعني من ناحية الصحة الرزاق. الصحة والعمل تدللي. زينة في الجنان، ممنونتك. أنا ممنونة إلك ولاتصالك، شرفتيني بنتي العزيزة، شرفتيني. أم ريفان، أمي أنت اتصلتي بي قبل فترة وقلتي لي يما دا قلت لك على الخارطة الفلكية، ويعني ما يعني ما ادري ايش صاير وما نطيتك اياها، او هذا هياتها الخارطه الفلكيه مالي مالتك يعني امامي بنتي العزيزه. فاذا كان عندك ورقه وقلم لاجل انه تاخذين التواريخ وتكتبين الكوكب ومواقعه حسب الخارطه الفلكيه للتواريخ اللي انطيتيني اياها، بس اني راح اجاوب احدهم عبال ما تكونين محضره ورقه وقلم حتى ارجع انطيك الخارطه الفلكيه بنتي، خشيه انه الوقت يداهمني. فعندي حنين تقول اني 4/11 و1/6 و14/4.
بصورة عامة. مواليد برج العقرب، مواليد برج العقرب الفترة الحالية الكوكب اللي مأثر عليهم هم كوكبين، بالحقيقة كوكبين، مواليد برج العقرب 1-2. وجود أورانوس بحالة تراجع ودخول المريخ عندهم، المريخ موجود عندهم، هو كوكبهم الحاكم، بس عندهم أورانوس متراجع في برج الشراكة والزواج. فأكو فد مشاكل، لاحظ أنه أكو قسم يعني الارتباط دا يكون عندهم مفتوح، لكن مو بحال تقدم تراجع أورانوس ووجود المريخ. وجود المريخ يجعل هؤلاء عاطفيين، يقعون في حب يمكن قد يكون حتى غير مدروس، عواطفهم غير مسيطر عليها من الناحية العاطفية، خصوصا مع وجود نبتون في برج الحوت اللي هو بيت العاطفة عندهم وبيت الحياة العاطفية والرومانسية. فنرى أنه غالبية مجاميع برج العقرب مستعدين عاطفيا للمحبة، مستعدين لخوض تجارب أو علاقات عاطفية، لكن كيف تكون هذه العلاقات وما مستواها وما تلاؤم هذا الشريك معك؟ هذا من باب ثاني. قد تشمل بالنسبة للمرتبطين مشاكل مع الشريك إذا كان في العمل وإذا كان في العاطفة. فهذه الفترة لا يوصى نهائيا ببدء شراكة عمل مع شخص، لكن طلب وظيفة يكون مناسب جدا، خصوصا هسه عطارد راح يدخل إلى برج القوس، ضروري جدا المفصل اللي يكون ناجح جدا في مجال مواليد برج العقرب حاليا مفصلين، مفصل طلب وظيفي ومفصل آخر هو إنجاب أطفال. هذه بصورة عامة دا تكون هذه الفترة ملامح هاي الفترة، يعني ممكن أنه يحصلون على تعيين، أمور إنسانية ممكن، مبالغ من المال ممكن تجيهم، لكن هاي المبالغ من المال ممكن تجيهم بأي سبب، كل واحد حسب ظرفه، يمكن واحد عنده مشكلة بالقانون، داي طالب برزق أو فتشي متأخر، ممكن أنه يحصل على وظيفة ويحصل على مردود مالي أو وظيفة إضافية. هالمسائل هذه كلها تلعب دور في هذه الفترة، كل فترة نركز على شيء معين. مجموعة العقرب تركيزكم أولاً نحافظ على شراكات الحياة إذا كانت الأشخاص يعني مرتبطين مع شريكهم، وما نبدأ بشراكة عمل جديدة يعني لأمور حرة. أما طلب وظيفة أو تعيين أو هالأشياء ممكن، وكذلك إنجاب الأولاد ممكن. هذه المحاور اللي تتحدث هالفترة، منا عبال ما تنتقل الزهرة تروح للديلو وينتقل عطارد يروح لهذه، تغير تفتح لنا فد مفصل جديد آخر. إحنا لو تركنا كل هالأمور وركزنا على هالأمرين هذه الفترة حتكون ناجحة. أنا مو أقعد أخلي كل محاور حياتي واقفة لأنه محور واحد واقف عندي، زين هاي المحاور الباقية ما شت حيلي عليها، هالمحور واقف شو أسوي له؟ أبشي على محاور أخرى. فهالأشياء أشجعكم عليها أحبائي مجاميع العقرب. عندي 1-6 أكيد دا يكون شوية عنده فترات مرض، ليش؟ لأنه أكو كواكب موجودة في برج القوس. ما أن تترك برج القوس الشمس تنتقل إلى موقع آخر، لا راح يكون عندها فد نوع من التوازن الصحي، بس هذه فترة دير بالها جدا على الوضع الصحي، التزم بدواية. الفترة تأخذ مجال تقريبا 2-3 إلى أن يبدي وضعها، لا يبدي يستقر، لكن ماكو مخاوف، كل ما حاولنا أنه نكون أكثر إيجابيين بأخذ الدواء والالتزام به يبقى الوضع هسه إلى أن شوية شوية يبدي ياخذ وضعها للاستشفاء. 14-4 مولود 14-4 المحاور الأساسية الموجودة عنده هي أيضا محاور مادية
ومحاور صلح واستقرار مع سلطة. هذول ما يكون هؤلاء مرشحين إلى مناصب، إذا كان عندهم وظيفة راح يترشحون إلى منصب أعلى. السنة هذه دا تنطيهم هاي الموضوع ازدهار، ازدهار ونصر، ازدهار من ناحية المال وكذلك ازدهار من ناحية النصر على الأشخاص اللي دا يتصيدون لهم بالماء العكر. هذه الفترة هيك تلعب دور. يأتي الآن الزهرة حينما تجي وتدخل إلى برج الدلو راح تختلف التوقعات. فهذول المحورين الأساسيين اللي بيها برج الحمل الناري. يسأل زيد يقول أني أريد 7/4 أعرف شنو برجي. أنت مولود برج الحمل الناري ابني. الآن انتقل إلى أم ريفان. أم ريفان بنتي حبيبتي، أكيد هسه حضرتي ورقة وقلم. الخارطة الفلكية لأول 1/6/1980 كانت الشمس في برج الحمل الناري، القمر كان في برج القوس جد إيجابي، عطارد كان في برج الحوت، هنا شوية أكو إشكال، الزهرة بالجوزاء very good، المريخ كان بالأسد، المشتري في حال التراجع بالعذراء، وزحل أيضا كان متراجع في العذراء، أورانوس كان في برج العقرب، ونبتون وبلوتو كانوا في برج القوس الناري. هذه حسب ولادة 6/4/1980. نأتي إلى 12/5 الثاني، عندنا الشمس كانت بالثور، والقمر كذلك كان في برج الثور، كوكب عطارد كان في برج الحمل الناري، كوكب الزهرة كان في برج السرطان، كوكب المريخ كان بالجوزاء، يعني المشتري كان في يعني في مجموعة الجدي، زحل كان في الجوزاء، أورانوس في الميزان، نبتون بالقوس، وبلوتو بالعذراء. بقالي 13/8 أيضا محضرة أني الخارطة الفلكية مالة، بس وقتي خلص باكر، همين انتظروني على أكمل الإجابات إن شاء الله. أتمنى لكم إن شاء الله خير وسلام و مشاهدة ممتعة. ننتقل الآن إلى زملائنا جمانة وعمر، وأسلم لكم الأجواء مع الشكر والامتنان. نعم سجينا، طبعا سجينا اليوم وقتها خلاص مو خلاص خلاص تكذية ما يعجبها وما تتمنى أنه الوقت ينتهي، دائما تحس أنه تريد تقدم وتجاوب لكل الاستفسارات ولكل الاتصالات، ما تقبل تأجل عمل اليوم إلى الغد. بالتأكيد هذا ما يدل إلا على تفانيها بعملها وحبها لعملها. شكرا لك سجنان، ربي يحفظك والموفقين لك ان شاء الله. شكرا جزيلا ويحفظكم قبلي اولادي. شكرا شكرا سجنان.